بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فارس في مقطع جديد. مقطع اليوم راح يكون في 21 مطلع مهنا لها لحلقه جديده. حلقتنا اليوم راح تكون حلقه قويه بكل امانه. الفرق صار بيننا وبين النصر اللي هو اقرب منافس لنا نقطتين بس. طبعا الاتحاد انفرد بالصداره، يعني اول كان منافسنا والحين ما شاء الله صار متصدر. شايفين كيف معتز هوساوي سعيد بوجود الاهلي؟ وش يقول معتز هوساوي؟ يتفلسف للاعلام. اوكي ما يهم ما في اي شيء مهم تقريبا عن المباراه. الاهلي يواجه الوحده، ما علينا، راح ندخل عن المباراه ونرجع لكم باذن الله. بكل امانه في مباريات كثير قويه في حلقه اليوم، فعشان كذا قررت اسوي سكيب لهذه المباراه. راح نعتمد على متريتا ومارين بشكل اساسي، الباقيين نفس ما هم باذن الله. عندي ثقه عاليه فيكم. العويس كابتننا تكفى لا تخيبني، نبغى كلين شيت اليوم. يا سلام جبنا كلين شيت، سوما سجل هدفين، فوز اول في حلقه اليوم باذن الله. كل المباريات فوز باذن الله، ونحسم المركز الثالث ونتاهل لاسيا، وممكن نجيب الدوري، ليش لا؟ فرق 7 نقاط في امل يا رجال. حلو تعادلنا مع النصر، صرنا متعادلين بالنقاط مع النصر، بس هم عشان هزمونا فلازم النصر يتعثر المباريات الجايه. احنا حاليا كم باقي جوله؟ الجوله 26 27 28 29 30 4 مباريات. لازم النصر بس يضيع نقطه واحنا نجيب كل النقاط الجايه. فتكفى يا سوما، السوم سعيد بوجود الاهلي، العقيد بحطك على صوره المقطع باذن الله بهذا الشكل. تكفى يا سوم، احسم لنا الدوري، تكفى يا سوم. طيب عندنا مباراه مهم، التعاون بكل امانه ايضا مباراه مهمه. ثقتي برضه في اللعيبه بالتشكيله نفسها، لكن المؤشر ويعني الاخ يبقون اساسيين، وفعلا جبنا الفوز الحمد لله. المؤشر وفتوحي ما قصروا، جابوا لنا الفوز بعد الله سبحانه وتعالى. لا الفريق مبدع، الفريق قدها باذن الله انه متاهلين لاسيا. خلينا نشوف النصر المباريات الجايه مين راح يقابل. احنا مين؟ اوكي الاتحاد ما راح يتعثر، واضح. النصر راح يلعب مع العداله راح يفوز فيها، راح يلعب مع الحزم راح يفوز فيها، راح يلعب مع التعاون ممكن يتعثر فيها اخر جوله. والله مره الدوري صعب، والله احنا مره املنا طار بكل امانه. هزم الفيحاء 3-0، خذ لك. صعب انك تاخذ المركز الثالث، لكن متفائلين ان شاء الله في امل. طيب عندنا مباراة حاسمة امام الفيصلي بكل امانة، كل مباراة صارت عندنا حاسمة، ان شاء الله نفوز فيها. الحمد لله فزنا 2-1، صاموا الاوسو والله وحش. النصر مع العدالة، ان شاء الله يتعثر النصر، يا رب يتعثر النصر، ان شاء الله. يا سلام تعثر النصر، النصر تعثر يا شباب، خسر قدام العدالة، خسر 2-1، والله كفو يا العدالة، اقسم بالله رجال. المركز الاخير جلدك النصر، القم 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 القم، نخطف المركز. الحمد لله. والاتحاد تعثر، بس ممكن نجيب الثاني، ليش لا؟ ناخذ فلوس اكثر، والله في فرصة. يا رجال شوفوا مطالب الادارة، حاطين يبون يجيب 45 مليون، وين يا ابويا 45 مليون ربح؟ يرحم امكم يا الادارة، ويبغون يرفع مستوى الخبرة، يا رجال دزها، خلي كل فريق شياب، هدي وروقوا. لازم نفوز امام الرايد، ثم نفوز امام ضمك او نتعادل ويصير نحسم التأهل. فالفوز قدام الرايد مطلب لا تراجع عنه. الحمد لله فزنا 3-1، أوسو مارين السومة. يلا المباراة الجاية قدام ضمك لازم ألعبها بإذن الله، هي الوحيدة اللي راح نلعبها في حلقة اليوم. صبرت كثير عشان ألعب ذيك إن شاء الله. أوكي رسميا ضمن التأهل لدوري الطراسي، خلاص يا رجال وش اللي يلعب مباراة ضمك؟ ضمنت التأهل، مع احترامي يعني اللي تتابع الحلقة، اوكي انا احبك وانت مقدرني وانه تبغاني العب مباريات، بس خلاص والله المباريات تاخذ مني وقت كبير. تعرف انه انا مقطوع، يعني الفترة اللي راح تنزل لكم المقاطع انا ما عندي يعني سوني، لان انا راح اكون وقتها ان شاء الله مسافر، فمضطر اني اصور اكبر عدد المقاطع في اسرع وقت عشان لا اقطع عليكم. اتمنى تقدرون هذا الشيء. عبد الباسط اكيد 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 راح تبدا اساسي باذن الله وتستحق هذا الشيء. طيب احنا خلاص المركز الثاني بشكل رسمي، فلازم نحافظ على هذا المركز بكل امانه، لازم ننهي الموسم بهذا المركز. عبد الباسط هندي راح تلعب بشكل اساسي في ختام الموسم بجانب محمد الفتيل، محمد المجحد راح تلعب ايضا بشكل اساسي، متريتا ابى اقول لك دز امها، تعال يا سلطان مندش، وبس يعني ما ادري مين في زياده. المجحد يلعب لاعب هجومي، فتوحي اوسو، تشكيله جدا ممتازه. الزبيدي ما شاء الله تطور كثير، شكله بيمسك الخانه بكل امانه الموسم الجاي. امام ضمك سكيب باذن الله نفوز.
يا سلام فزنا 2-0. الحين خلونا نشوف احصائيات الدوري مين الافضل والى اخ. طبعا حاليا وصلنا للشيء المهم، شيء شويه مهم في الموسم اللي هو الجوائز، مين افضل لاعب وافضل حارس والى اخ. بالنسبه لي اتوقع ما في ولا لاعب من تشكيله او ولا لاعب من فريقنا موجود في اي جائزه، حتى تشكيله السنه ما في اي لاعب. واذكركم افضل لاعب في المنافسه فيتو لاعب الهلال، يستحق فيتو. افضل حارس المعيوف، يستحق الهلال ابطال الدوري. ديوب هداف الدوري، يستحق اعلان فريق المسابقه بسم الله. المعيوف حارس المرمى، الشهراني يسار، البريك يمين، البليهي وحجازي قلوب الدفاع، فيتو من الهلال، جوفينكو من الهلال، بانيجا من الشباب، كافو من الحزم، بروجوفيتش من الاتحاد، والسومه من الاهلي. السومه موجود اوكي. عبد الباسط هندي يتالق مجددا، والله حرام ما في ولا لاعب من الاهلي الا السومه بس، وكل الباقيين من الهلال. يلا شيء افضل من لا شيء، السومه اخذ افضل لاعب. حاليا خلونا نشوف اللعيبه اللي بتنتهي عقودهم ومن هذا الكلام الفاضي اللي في نهايه كل موسم. خلينا نشوف، في متريتا، لازم نحسم صفقه متريتا، يا رب يا رب نوقع مع متريتا عقد دائم بسم الله. والله خايف ما يجينا متريتا، خايف متريتا يروح مننا. مبادلة لاعب، أنا مستعد أعطيك أديرلان سانتوس، وفوق سانتوس 11 مليون حبة بركة يعني، وشرط 25%. تكفى لا تردوني، تكفى. والله رفضوا، والله رفضوا. طيب أنا عندي فكرة جديدة، أعطيك يوسف الحربي لاعبنا الشاب و6 مليون، وش قلت؟ لا يبقى 17 مليون. اح تكفى كان اخذت يوسف الحربي. طيب العويس، لا والله ما اعطيكم العويس، تخسي ولا اعطيك قلب دفاع، بحاول وارجع لكم. طيب ما في الا ماركو مارين، يا ماركو مارين يا دزها، ما نقدر نجيبك لو ما وافقتوا على ماركو مارين. ان شاء الله يوافقوا على ماركو مارين، والله حتى ماركو مارين ما يبوه. طب ايش رايكم نخليها على اقساط؟ ايش رايكم نخليها على اقساط؟ نعطيكم الحين 12 مليون ونعطيكم فوقها شرط عند البيع 25%. ها وش قلت؟ يبا ياخذ وقت يفكر، رحم امك، فكر فكر. بس لا تطول امانه، ها تكفى تكفى لا تطول في التفكير، اهم شيء على راحتك ووافق. تكفى وافق، لم يتم قبول العرض، الله يقطعك يا الامريكي. والله فريق امريكي يبون فلوس، امريكان راعين فلوس يا رجال. لا لا اقنعه اقنعه يا ابو الشباب، انا وانت اخويا، وتعرف درسنا الثانويه سوا وبيننا عشره وصداقه. تكفى لا تردني، والله متريتا شارينه، احنا شارينه يا رجال، واللي مشتريك ايش؟ لا تبيعه، لا تبيعه حتى لو كان رخيص، لا تبيعه حتى لو كان رخيص، لا تبيعه. والله مره يبي يبيعه، من الاخر انا بعطيك عمر السومه، تبغى تبغى، ما تبغى الباب يوسع جمل. حتى عمر سومه ما يبغوه، والله انا حطيت عمر سومه كشكل بس يا رجال، والله لا اوريك، والله لا اذلك. مهند عسيري، خذ مهند عسيري وما راح ادفع لك ولا ريال، مهند عسيري كثير عليكم. هيا هيا من قدك. هاي اخ يا شيخ، والله عصب 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 عصب، الله يقطعك يا متريتا. يلا ابراهيم الزبيدي، جمال البلعبري، ما اقبح الفقر على ما يقولون ذيك الجمله، الله يقطعك يا سانت، جبتك ب 9 مليون، ما من ذاك الزود. يلا يلا معوضين ان شاء الله، الموسم الجاي نبيع جمال بلعبري، نبيع سانتوس ونجيب على طول الكابتن الاخ متريتا. بقدم وشوف اذا في شيء مهم راح ارجع لكم. هيا يا واد، خلاص زودتها يا متريتا، تعال تعال يا ابوي، والله ما يا ابوي بيوم، والله ما يبغوا يبيعون، تعال 13 مليون يا واد، والله ما يمشي. لا يا عيال يقطع ام السواق اللي فيه، طلع متريت عقده ينتهي بعد 7 اشهر، يعني مكمل عنده للشتويه يا رجال. والله جل خليك خليك، تعرفوا ليش يعني الحين ايش اقصد انه خليك؟ خليه في الشتوية يكون عندنا فلوس يا رجال. وين يوسف الحربي؟ بس خلنا نبيعه، وين يوسف الحربي ذا؟ هذا والله يجيب لنا فلوس، ابيعك وابيع، خلي ساكت بس يوسف، اهم شيء تنباع اوكي. خلينا احباب، قال ارمي عقده بينتهي، لاعب الفيصلي ما بينتهي عقده، بس لاعب مميز جدا الصراحة قال ارمي، مرة ودي اجيبه بكل امانة، ممكن ليش لا،
مرابط طبعا كان ودي اجيبه بس ما تقدر مع فريق خصم، ومن هذا الكلام الفاضي عندي هدف اني اجيب مهاجم محلي، ما راح يكون هزاع الهزاع نايف هزازي. الموسم القادم عندنا جبال بالعمري، ابراهيم الزبيدي، اسماء جديده في الفريق، ادريلان سانتوس راح نطيره، راح يصير عندنا جمال بالعمري بداله، ممكن اني اجيب اجنبي جديد، ليش لا؟ اعطوني اقتراحاتكم تحت في التعليقات. شكرا لكم على متابعه المقطع. ماركو مارين بالنسبه لي اسم مهم جدا، صعب اني افرط فيه، لكن اعطوني رايكم في التعليقات. شوف مقطع ثاني باذن الله. تحياتي لكم كلكم، لا تنسوا دعمكم لهذه السلسله. اعتذر لحلقه اليوم ما كانت ذيك الممتعه، لكن تعرف والله قلت لكم انه عندي ضغوطات وما في وقت كثير اني اصور مقاطع كثير، فاهمين علي؟ فاتمنى تقدروا هذا الشيء. فارس وفارس اوفيشال، شكرا لكم على المتابعه، مع السلامه.